نتحنى بعد. الكثير يتحدث على القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية. هذه الكلمة المتداولة في وسائل الإعلام في كافة أصقاع العالم. وكلمة القضية الفلسطينية أنا أعتبرها خطأ. قل لي إيش قاعدة تقول أخي جاي أنت توا ضد التيار متاع الناس الكل اللي قاعدين يقولوا قضية فلسطينية؟ القول بأنها قضية فلسطينية يعني قضية دولة وصراعها مع دولة أخرى هو قول ينجم يخليني نتبنى فكرة نحن شم دخلنا هكا ولا لا؟ بمجرد أن نقول صراع بين دولتين ونحن دولة خارجة على الدولتين هذوما نجم نتبنى فكرة أنا إيش مدخلني، هذا شأن داخلي يهم هذا البلد والبلد اللي قاعد يتصارع معه. فأنا نقول بمجرد القول بأنها القضية الفلسطينية هذا قد يكون مدخل للعديد من الناس بخلاف الجماعة اللي تحكي بمنطق الإنسانية، منطق الإنسانية اللي ما تشافش إلا فيما يتعلق بفلسطين، ما تشافش وقت اللي الصغيرات متاع المسلمين يتذبحوا ليلا نهارا من عام 43، ما تشافش المنطق الإنسانية وقت اللي شفنا بيوت المسلمين، بيوت إخواننا العرب المسلمين قاعدة تهدم كل عام ونحن عايشين شيخين عم عايدين أمورنا مريقلة. حتى واحد ما تكلم على منطق الإنسانية. اليوم ولينا نحكيه على منطق الإنسانية ومنطق كل بلاد تضرب على دربها ونحن شم دخلنا عنا مشاكلنا وعنا أمورنا الخاصة. أذك علاش أنا جيت العبد الضعيف الفقير لله عز وجل باش نقول راهي المسألة ليست قضية فلسطينية. مالاش قاعد تحكي خوي الغالي، أنا نقول لك القضية هي قضية عقائدية وقضية محمدية بامتياز. قاعد تقول خوي سيف قضية محمدية وقضية عقائدية؟ إيش قاعد تقول؟ أول شيء لازمنا نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية أولا وآخرا باش ندافع على الفكرة متاعي باش ما نكونش من الذين يبيعوا في الكلام، قال النبي أحسن دفاع تنجم تدافع به على فكرتك هو أنك تستند على كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كلام أرسطو أفلاطون على رأسي وعيني، أما صدق رسول الله وصدق من قبله الله سبحانه وتعالى. أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف صحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل هو مثال example ضرب النبي صلى الله عليه وسلم باش نفهموا به ونحطوه على صعيد الواقع. اش قال؟ قال مثل المؤمنين، ما قالش مثل الفلسطينيين في بعضهم، ومش مثل التونسيين في بعضهم، ومش مثل المصريين او الجزائريين في بعضهم، لا، قال مثل المؤمنين، والمؤمن فلسطيني، المؤمن تونسي، المؤمن الجزائري، المؤمن المصري، المؤمن حتى في دول أخرى ليست عربية، فالمؤمن مؤمن، المؤمن مؤمن. ذلك علاش يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا اشتكى مسلم، اسمع هذه الكلمات، اسمع هذه الأبيات الجميلة باش تفهم اللي القضية ليست قضية وطنية أو قضية فلسطينية، لا، الأمر أكبر عندنا من ذلك بكثير. أش يقول؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا اشتكى مسلم مسلم في الهند أبكاني، إذا اشتكى مسلم في الهند أبكاني، وإذا بكى مسلم في الصين أرقني، وتونس نرجستي، ومصر ريحانتي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. وتونس نرجستي ومصر ريحانتي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من صلب أوطاني. أينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من صلب أوطاني. النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد.
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث وهذا المثال يتضمن إعجاز علمي وطبي رهيبا دقيقا، والنبي نعلم يقينا أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إنسان يتضرب على صبعه يتسكر عليه باب الكهرباء أو باب الدار، صبعه الصغير هذا يتسكر عليه باب، يدوحس شي يصير، أو الصبع شوف قديش صغير ضرب له نافس، ما ترقد كان راسك يزن عليك بالوجيعة وتطلع لك السخانة الراسك وبدنك الكل يبدأ ساهر معاك من أجل هذا الإصبع الصغير. وهذا المثال الدقيق الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يجسد واقع المؤمنين فيما بينهم، يجسد واقع المؤمنين فيما بينهم. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأمة كلها تتداعى بالسهر والحمى، الأمة كلها تتداعى بالسهر والحمى حين أصيبت أو أصيب جزء من جسدنا وجزء من بلدنا وجزء من أمتنا، ألا وهي غزة الحبيبة. أسأل الله تعالى أن يحفظها كما يحفظ عباده الصالحين. وليس على الله عزيز، والناظر في كتاب الله تعالى يرى العجب العجاب، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فليست العبرة بالكثرة وليست العبرة بالقوة، فالقوة لله تعالى جميعا، ولكن أراد الله تعالى من خلال هذا الحدث أن يستفز الأمة في إيمانها، أن يستفز الأمة في عقيدتها، أن يستفز الأمة حتى في وطنيتها، أن يستفز الأمة في عروبتها، أن يستفز الأمة في نخوتها، أن يستفز الأمة في عزتها. فالحمد لله، صحيح خذتنا الدنيا، صحيح أنا عايشينك، ولكن في كل مرة نثبت لله تعالى ونثبت للعالم، على الأقل تونس حكومة وشعبا، قيادة وشعبا، نثبت للعالم أجمع أن التونسي بفضل الله تعالى، ونحبش نحكي بمنطق اليوم التونسي ومنطق كما قلت قبيل، كلنا أمة واحدة والكلنا مؤمنين، ولكن مثالش، فلنكن مثالا لغيرنا في العزة، فلنكن مثالا لغيرنا في الكرامة، فلنكن مثالا لغيرنا في نصرة إخواننا في كل مكان، لا في فلسطين فقط كما قلت، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من صلب أوطاني. سوف أثبت لكم بإذن الله تعالى على مدار هذه الساعة أن الموضوع لا يتعلق بالقضية الفلسطينية بقدر ما هو يتعلق بقضية أمة محمدية. قبل ذلك ناخذ التليفون الأول والاتصال الأول. طبعا